حياكم الله مجددا في أهلا. وعدناكم قبل أسبوع من الآن أن نتابع نتائج المشاركة السعودية في الأولمبياد أو أولمبياد العلوم الدولي للناشئين في كولومبيا، وكان يومها ضيفنا الدكتور نزيه العثماني نائب أمين موهبة، و حصدت السعودية واحدة من الجوائز عن طريق الطالب مازن الشخص، وهو حصل على الميدالية البرونزية في هذه الأولمبياد. بلا شك أنه واحد من النجاحات الكبرى التي تسجل باسم المملكة العربية السعودية باسم طلابنا الموهوبين، تضاف إلى الرصيد الكبير اليوم الموجود عندنا في المجال العلمي من الجوائز من طلابنا. وإحنا دائما وأبدا نفاخر ونباهي ونعتز بكل طالب يحقق منجز علمي أو غير علمي باسم المملكة العربية السعودية. يسعدني أن ينضم إلي مازن الآن من استديوهاتنا في المنطقة الشرقية. مازن، مساء الخير وألف مبروك. مساء النور، الله يبارك فيك. مازن، كلمني أول شيء عن استعدادك لما قبل الأولمبياد، كيف كان الاستعداد؟ وصحح لي المعلومة، أعتقد أنك في الصف الأول ثانوي. صحيح. ما شاء الله، كيف كان استعدادك قبل الأولمبياد؟ كان استعدادي في الأولمبياد مع موهبة عن طريق الملتقيات المكثفة والتدريبات المكثفة المقدمة من معلمين أفاضل وكفؤين صراحة في تقديم المادة العلمية، واستعدادات عن طريق التعلم الذاتي اللي هي ضرورية أيضا، فالمعلم يساعدني ولكن الشغل لازم يكون عليه. جميل. طيب، رحتوا إلى كولومبيا، وصلتم هناك، كيف كانت مراحل المسابقة؟ أعطنا التفاصيل. المسابقة مكونة من ثلاثة أقسام. القسم الأول هو النظري الاختياري، والقسم الثاني النظري المقالي، والقسم الثالث العملي. وين القسم اللي كان أصعب فيها؟ القسم اللي كان أصعب فيها هو المقالي. العملي كيف كان؟ العملي كان مقسم إلى ثلاثة مواد، وكان فريق من ثلاثة طلاب، وكل طالب أخذ مادة واحدة، الكيمياء والأحياء والفيزياء. المادة اللي كان عندك وش هي؟ فيزياء. الفيزياء. طيب، كان في 264 طالب مشارك من 44 دولة على مستوى العالم. قبل إعلان النتائج، هل كنت تتوقع أنك واحد من الثلاثة الفائزين؟ إيه، الحمد لله. مين اللي كان معك في كولومبيا لحظتها؟ كان معي في كولومبيا ثلاثة مشرفين وأكثر يعني، والطلاب المشاركين معي في الفريق. طيب، كم استمرت المنافسات في كولومبيا مازن؟ كان ثلاثة أيام اختبارات، كل اختبار ثلاث ساعات إلى أربع ساعات، ولكن كان يفصلها أيام، فمجملا ظلينا في كولومبيا عشر أيام. طيب، كم كانت فترة الاستعداد اللي قضيتها هنا في السعودية ما بين المشاركات والتأهيل والدراسة قبل ما تشارك في هذا الأولمبياد على وجه التحديد؟ أربع سنين. أربع سنين، يعني أنت من أربع سنين جالس تستعد لأولمبياد كولومبيا. صحيح. جميل جدا. شاركت في أولمبياد السنة الماضية. السنة الماضية وهذه السنة، وش غيرها من المشاركات؟ إلى الآن مجرد هذه المشاركتين في العلوم، وجبت فيها ثنتينهم برونزية، ومجرد التصفيات اللي داخل المملكة، وحاليا أنا إن شاء الله مشارك مع فريق الفيزياء. مع فريق الفيزياء في أي مسابقة أو في أي مكان؟ مسابقة الفيزياء الدولية اللي بتقام في اليابان. متى راح تبدأ؟ بعد سبع شهور تقريبا. ما شاء الله. مازن، يعني اهتمامك بالفيزياء وانك ماخذ خط الفيزياء من بين كل العلوم، ليش؟ لان الاقرب للرياضيات، انا افضل الحسابات والمنطق.
طيب جميل جدا، هذا يعني انه نتوقع والإجابة عندك انه مثلا التخصص الجامعي راح يكون قريب من الهندسة مثلا. ايه اعتقد. انت مخطط من الآن ولا لسه؟ انا مجرد يعني يكون الفكرة اللي عندي تكون شيء يكون له علاقة بالفيزياء والحاسب، ولكن ما في شيء واضح ومعين. طيب باقي قدامك سنتين، الله يوفقك ان شاء الله. ايش طبيعة المسابقة اللي راح تكون في اليابان بعد 7 شهور؟ بتكون مسابقة الفيزياء الدولية، بيكون اختبار واحد على عكس العلوم اللي 3 اختبارات، ولكن بيكون النظري والعملي في نفس الوقت، فلازم انت تدير الوقت. يعني يعطونكم ويكون وقت، اسئله اصعب طبعا. يعطونكم وقت معين وانت تدير فيه النظري والعملي ولازم تنهيه في المده المحدده. صحيح. متى اكتشفت انه انت موهوب في موضوع الرياضيات والفيزياء او عندك يعني ميل الى هذا التخصص؟ في اي مرحله؟ تقريبا في 5 ابتدائي عرض علي احد المعلمين الله يعطيه العافيه اني اشارك في مسابقه الكنغارو، فجبت الميداليه الذهبيه فيها. وفي صف سادس عرض علي اني اشارك في مسابقه موهوب من مقدمه من موهبه المشاركه في الاولمبيادات الدوليه. واللي في صف سادس حققت فيها جائزه؟ في صف سادس هذه البدايات في التصفيات فقط، كانت يعني محلية في السعودية، وحققت ذهبيتين في السعودية وواحدة فضية وواحدة برونزية. ما شاء الله. طيب لحظة مازن، أنا بصراحة ودي نجمع عدد الميداليات اللي حصلت عليها إلى الآن. ما شاء الله، الحين أول ميدالية في 5 ابتدائي صح؟ صحيح. إيش كانت؟ كنغارو. طيب والثانية؟ والأربعة الثانيين في الملتقيات. ايه؟ للموهوب. يعني واحدة في 5 وبعده 4 في ملتقيات موهوب، هذه 5، واليوم السادسة في كولومبيا صح؟ 4 من موهوب وواحدة المسابقة، نفس هذه المسابقة السنة الماضية وهذه المسابقة. طيب والله لك كل التوفيق. في معلم قلت اسمه اللي هو دفعك لحب هذا المجال من 5 ابتدائي، مين هو إذا تذكر الاسم يستاهل اليوم نشكره على الهواء؟ اللي دفعني أستاذ حسن المشرف، هو اللي قال إن أنا عندي الموهبة وقادر على أشارك في المسابقة. طيب مازن تسمح لي أخذ فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع بعض؟ تمام. بعد الفاصل مكملين. حياكم الله في الجزء الأخير من يا هلا حواري، ما زال مستمرا مع البطل السعودي مازن الشخص، وهو طالب الصف الأول ثانوي اللي حصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين الذي أقيم مؤخرا في كولومبيا. مازن أرحب فيك مجددا. السلام عليكم. احنا ذكرنا اسم المعلم اللي كان في 5، لكن اتوقع انه على مسيرتك في المرحله الابتدائيه المتوسطه لين الثانويه في مجموعه من المعلمين قليلين او كثيرين كانوا من الداعمين لك، من المحفزين، من اللي مهتمين بموهبتك، مين هم اليوم وتحب تقول لهم شكرا على الهواء؟ طبعا صحيح كلامك، في كثير من المعلمين اللي ساعدوني في مسيرتي، والحمد لله اللي سخر لي هذين المعلمين. ومن أول المعلمين اللي علماني هو أبوي الله يحفظه، وفي كثير من المعلمين من مدرستي، مدرسة الأنجال الله يعطيهم العافية، وكثير من المعلمين من موهبة اللي قدموهم في الملتقيات للمساعدة في التعليم. الوالد مثلا أستاذ طلال الرشيدي. تفضل. إيه أستاذ طلال الرشيدي الله يعطيه العافية، هو المشرف لمسابقة العلوم ومسابقة الفيزياء، وأيضا معلم فيزياء. وكثير صراحة أستاذ شادي قواقنا كان مدرس رياضيات المدرسة في متوسط، وكان يعني عنده فكر إبداعي صراحة وأفادني كثير.
يعني في كثير صراحة، وأخاف يعني أقصر في حق أحد منهم. الوالد في الأساس معلم، ولا أنت ذكرته بس لأنه هو من الناس اللي يرعونك عن قرب؟ هو معلم، بس أنا ذكرته لأنه يرعاني عن قرب، هو اللي علمني وأنا صغير من البداية. يعني مين أول واحد بعد ميدالية كولومبيا كلمته وقلت له أنا فزت بالبرونزية؟ اللي كلمته صراحة كان أبوي طبعا، لأن يعني أنا أول ما أفرح أكلم أبوي. أبوي شخص قريب جدا علي وعزيز علي. الله يحفظه لك يا رب. قل لنا وش اسم الوالد، يعني احنا نعرفك مازن الشخص، والشخص اسم العائلة، الوالد وش اسمه؟ الوالد اسمه زيد أحمد الشخص. زيد أحمد الشخص، تحياتنا للأستاذ زيد، ويعني الله يطرح البركة في ابنك مازن وتشوفه يعني في أعلى الأماكن يا رب. مين غير الوالد من المحيط القريب فيك اللي يعني يدعمك يحفزك دائما يدفعك باتجاه الأمور العلمية اللي لها علاقة بالرياضيات والفيزياء وغيرها؟ أي أحد قريب مني صراحة كان له فضل في الدعم المعنوي لي، فأنا أشوف أن أمي طبعا وعمامي وخوالي كلهم كانوا يعني دعم كبير لي معنويا. الله يحفظهم لك يا رب. مازن، كيف شاركت في موهبة؟ كيف دخلت لموهبة إذا كنت تذكر؟ يعني هل أنت قريت عن موهبة مثلا وبادرت، ولا المدرسة هم اللي طرحوا الموضوع عليك، ولا واحد من المدرسين؟ من البدايات مثل ما قلت أستاذ حسن المشرف هو اللي طرح علي الموضوع من البداية وقال لي يعني جرب شارك، فدخلت. طيب داخل موهبة، المعسكرات اللي تقام، الدورات التدريبية، كيف الأجواء فيها؟ إيش الأشياء اللي تتعلمونها في الداخل؟ طبعا من الأشياء اللي استفدتها غير المحتوى العلمي أيضا الاعتماد على النفس، كان يعني في سفرات ورحلات تخليك تزيد عندك الاعتماد على النفس، وأيضا في المواد العلمية تفوق كثيرا مستوى المدرسة. طيب اليوم مازن، هذه الدورات وهذه المسابقات أفادتك في المادة العلمية اللي أنت جالس تدرسها؟ يعني أضافت لك كثير فيها، ولا أنت تتعامل معها على أنه مسابقة وخلاص؟ أضافت لي كثير طبعا، هذه الدورات جدا مفيدة، وصراحة أنصح اللي عنده ميل في أحد المواد العلمية أنه يجرب ويدخل إذا كان عمره مناسب. جميل. الطلاب اللي يسمعون هذا الحوار اليوم في مرحلتك الدراسية أو مرحلتك العمرية، أتوقع أنه بيجي في بالهم سؤال، كيف تصير اليوم الموازنة بين الدروس والمدرسة والحصص والواجبات، وبين المشاركة في الملتقيات والمسابقات العلمية والسفر والروحة والجية؟ كيف يصير التوازن هذا؟ طبعا يكون في تنظيم، وطبعا في مساعدة جدا كبيرة في المدرسة من هذه الناحية، فبعض الأحيان اختبر الاختبارات النهائية قبل موعدها عشان أتجهز لسفراتي. أيضا يقدموا لي خدمة أن معلم يعلمني دروس فاتتني ولا إلى آخره من الخدمات اللي قدموها للمدرسة. نعم مازن، ما شاء الله أنت حصلت تقريبا على 8 ميداليات إذا جمعناها كلها ما بين موهبة والمشاركات. وين أكثر مسابقة أنت معتز فيها وسعيد بذكراها وتشوف أنها في نفسك تحتل المركز الأول؟ مسابقة العلوم هذه الأخيرة اللي في كولومبيا، صحيح. ليش؟ وش اللي يفرقها عن ما قبلها؟ طبعا لأن هي طبعا مسابقة دولية، السنة الماضية كانت موجودة، صحيح أنها دولية ولكن كانت عن بعد، ما كان فيها الأجواء الجميلة صراحة أنك تشوف ناس من مختلف دول العالم عندهم نفس الميول العلمي اللي عندك وتتكلم معاهم، فكانت أجواء جميلة، فكان حلو جدا أني أفوز في هذه المسابقة. الله يوفقك، ألف مبروك لك، وإن شاء الله أنه نفرح بفوزك في كل المسابقات، وبعد 7 شهور إن شاء الله نلتقي في هذا البرنامج وإنت وزملائك فائزين في مسابقة اليابان. قبل ما أختم معك مازن، إيش الرسالة أو الكلمة الأخيرة اللي حاب تقولها؟ أنا أحب أحمد الله وأشكره على هذه النعمة اللي أعطاني إياها، والهبة صراحة اللي رزقني إياها، وتسخيرة لكل الناس اللي دعموني في هذه الفترة،
من أمي وأبوي ومؤسسة موهبة اللي حيل ساعدت في هذه المسيرة، وأيضا مدرستي اللي ساعدت في اختباراتي والفترة اللي أنا أسافر فيها. معليش أبطلب منك قبل ما أختم للمرة الثالثة يمكن في الحلقة تقول لي اسم المدرس اللي في صف خامس ابتدائي، مين؟ عبد الله المشرف إذا ما كنت غلطان. حسن المشرف، له كل الشكر والتحية والتقدير، ولك يا مازن، وإن شاء الله إلى مزيد من الإنجازات يا رب. شكرا جزيلا لك. شكرا لمازن، الشخص حقيقة يعني ما شاء الله تبارك الله في الصف الأول ثانوي يتحدث أمامكم بكل هذه اللباقة، بكل هذا الانطلاق، بكل هذه الطريقة الحوارية الجميلة، بكل هذه الثقة، يهتم بالرياضيات والفيزياء، يشكر كل من يدعمونه، حقق مجموعة من المنجزات، يعني تقريبا وصلت إلى حدود 8 ميداليات من صف خامس ابتدائي إلى الصف أول ثانوي بمثل هؤلاء الطلاب المتميزين المتفوقين النجباء، يعني نفتخر ونباهي ونعتز دائما. أنا طلبت منه يردد اسم المعلم لأنه دائما وأبدا عندي قناعة أنه وراء كل طالب أو طالبة متفوقة أو متفوق معلم جيد. فشكرا للأستاذ حسن المشرف، شكرا لطلال الرشيدي، شكرا لكل الأساتذة اللي ذكرهم الأستاذ شادي، كل التحية والشكر والتقدير للوالد زيد بن أحمد والد مازن على رعايته واهتمامه ووالدته وكل المحيطين به، وإن شاء الله بإذن الله بأمثال مازن ومن زملائه الطلاب والطالبات دائما يعني سنصعد إلى المستوى والمستقبل الذي نحلم به. راح نتابع مسابقة اليابان إن شاء الله بإذن الله في حينها ونوافيكم بالنتائج في وقتها. كل الشكر والتحية والتقدير أكيد لموهبة على كل ما تقدمه ولوزارة التعليم. الشكر لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذتنا مرسولة.